إلى نهاية الثغور لمملكتنا على البحر الأحمر ونقترب إلى المدينة، وهي مقصدنا هذا اليوم ومحط ركبنا. الصباح الباكر كنا نشق طريقنا داخل مدينة جيزان الواقعة في أقصى الجنوب الغربي من المملكة على البحر الأحمر. ومدينة جيزان من المدن القديمة والمعروفة بمنائها الذي يعتبر ثالث موانئ المملكة على ساحل البحر الأحمر، ويخطط الآن لجيزان تخطيطا عمرانيا شاملا لتغير ثوبها القديم ولتأخذ دورها الحضاري والعصري ولتتبوأ مكانتها بين باقي مدن المملكة. القديمة هذه القلعة الحربية على هذه الربوة العالية للإشراف على الميناء والمدينة، وتسمى قلعة الدوسرية، والآن أصبحت أثرا من آثار الماضي. المدينة الكبيرة من هذا المكان المرتفع، وتبدو بعض الأحياء الجديدة في منطقة العشيمي. بعد 25 كيلو متر شرقي جيزان أقيم مستشفى جيزان المركزي، وهو أحد مفاخر المنطقة وواحد من مشروع المستشفيات الخمس التي تقوم بإنشائها وزارة الصحة في المملكة.
من أعلى مبنى المستشفى نطالع الإنشاءات السكنية التي تعد الآن ويجري تنفيذها لسكن فريق العاملين بالمستشفى من أطباء وأخصائيين وإداريين وفريق التمريض. وسوف تكون هذه المنطقة مدينة متكاملة المرافق والخدمات. الآن العمل على قدم وساق للانتهاء من العمليات الإنشائية ليتم تجهيزها وفرشها لاستقبال فريق العاملين لبدء الافتتاح الفعلي للمستشفى ومباشرة الخدمة العلاجية لأهل المنطقة. أحدث الموانئ وأكثرها كفاية على البحر الأحمر، ويقوم الآن بخدمة مشاريع التنمية التي تشهدها منطقة الجنوب. وقد زود الميناء بالمعدات الحديثة وشبكات الاتصال والخدمات، وانتهت أعمال المرحلة الأولى بإنشاء 3 أرصفة في العام الماضي، والتي بلغت تكاليف إنشائها 540 مليون ريال. وبدأت أعمال المرحلة الثانية لإنشاء 8 أرصفة بمبلغ إجمالي قدره 234 مليون ريال. وتقدر طاقة الميناء حاليا بمليون وستمائة ألف طن سنويا، أي بمعدل 4500 طن يوميا. وبالميناء صومعة عائمة للإسمنت السائب سعتها 53 ألف طن و700، وطاقة تفريغ مقدارها 1 مليون طن. وأدى وجود هذه الصومعة إلى خفض قيمة الإسمنت وتوفيره لمواجهة مشروعات البناء والتعمير والتطوير التي تشهدها المنطقة في الوقت الحاضر. والميناء مزود بمحطة لتحلية المياه بطاقة قدرها 55 ألف جالون ماء عذب يوميا، ومزود بمحطة كهرباء بطاقة قدرها 2.4 ميجاوات ساعة. على إحدى القاطرات الحديثة لنرى معالم الميناء من البحر. الإنشائية الأخرى الجاري العمل فيها الآن، وهي المرحلة الثانية والتي يتم فيها إنشاء 8 أرصفة جديدة لمواجهة مراحل التنمية والانتعاش الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده المنطقة في هذا العصر.